صباح الخير يا ريم. هو المبنى الظاهر خلفي هو أحد العقارات القديمة في منطقة الورديان بالإسكندرية. كان العقار مكون من 4 طوابق انهاروا طبعا كلهم ما عدا بعض الأجزاء من الطابق الأرضي اللي فيه محلات. أسفر الانهيار عن 4 وفيات وبعض الإصابات، ولكن كانت المفاجأة بعد انهياره أنه تبين أن كان في قرار صدر بهدم طابقين من العقار وترميم الطابق الأرضي، ولكن السكان ومالك العقار رفضوا إخلاء المبنى وتنفيذ القرار للأسف. طيب يعني صراحة شيء حزين جدا، ولكن أيضا عندك موضوع ثاني، ضرب فنان ووالدته بسبب السكر. إيش القصة؟ دي حقيقة. الفنان كريم مغاوري نشر فيديو هو أثار الجدل بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ادعى فيه أو يعني اتهم فيه أحد الأماكن الشهيرة بالامتناع عن بيع السكر للجمهور وتخبئتها. والموضوع بدأ لما كريم بصحبة والدته توجهوا لمكان شهير لشراء كمية من السكر تكفي الأسرة، ولقوا أن المكان رفض بيع السكر وزعم أن السكر غير متوفر في المكان، ولكن كريم مغاوري لقى ان المكان بيخفي اكياس السكر تحت المكتب بتاع الكاشير، فصور مقطع وحكى فيه القصة ونشره على حسابه بتيك توك، وبعدين وضح ان إدارة المكان يعني اعتدت عليه هو ووالدته. ثم بعد نشر المقطع وتداوله عرضوا عليه تعويضه ب20 كيس سكر، ولكن هو رفض لان ده كان مقابل مسح الفيديو. هو نعم يعني بالفعل ترند غريب. وكل سنة وانت طيبة يا ندى، وشكرا لوجودك معنا هذا الصباح.